مساء الخير. النهاردة هنتعلم نوع من أنواع الفطائر اسمه البريوش أو الشريك. تعالوا نشوف المقادير. 4 كوبايات دي أبيض اللي هو دي المخبوزات اللي اسمه الأول بوربس فلاور، 1 كوباية سكر، 2 كبار زبدة، معاهم 1/4 كوباية زيت، ممكن زيت ذرة أو زيت الكانولا، او ممكن ما استعملش زبدة واستعمل بس زيت. في الحالة دي هستخدم 1/2 كوباية زيت، حوالي 1/2 كوباية لبن، 1.5 كبيرة خميرة فورية، 1 صغيرة فانيليا، 1/2 صغيرة ملح. هستخدم سمسم، السمسم ده انا حمصته. هستخدم 2 كبار في العجينة نفسها، وهرش برضو في الاخر هرش على وش البريوش نفسه. 2 بيضتين هستخدمه في العجينة، وبيضة هاتن بيها الوش. في الاخر برضو ممكن عشان ازوق البريوش ممكن ازوقه بالسمسم او بجوز الهند، او ممكن ارش عليه سكر. وحوالي 1/2 كوباية مية دافية عشان ادوب بس فيها الخميرة. بالنسبة للمعيار الدقيق، انا بستخدم مقاس اللي هو الكوباية دي، كوباية واحدة. انا قستها بالكوبايات لقيتها تعادل كوباية الشاي، بس اقل حاجة بسيطة. فاحنا ممكن نعمل مقاس عندنا كوباية الشاي الصغيرة دي وناقصة بس شوية حاجة بسيطة، وفي نفس الوقت وزنه 150 جرام، الكوباية 150 جرام دقيق. تعالوا نشوف ازاي هخلط المقادير. اول حاجة هعملها ان انا هخلط الزبدة مع السكر والزيت. ممكن استخدم مضرب البيض العادي او المضرب ده. هحط السكر مع الزبدة. الزبدة طبعا انا طلعتها من التلاجة فهي طرية، والزيت في نفس الوقت. هي كده ضربت زي ما احنا شايفين، شكلها بقى كريمي، يعني السكر ده مع الزبدة والزيت. الخطوة اللي بعد كده بجهز الدقيق. هخلط الملح مع الدقيق في نفس الوقت، هضيف الخميرة على 1/2 كوباية مية دافية، وحط لهم 1/2 معلقة سكر، وقلبهم كويس. دي خميرة فورية مش محتاجة انها تتدوب، بس عشان البريوش فيه زبدة وزيت فمهم ان انا ادوبها الاول عشان ممكن ما تدوبش مع الزبدة والزيت. ابتدي اضيف بقية المقادير. هحط البيض والفانيليا واللبن، بعد كده اضيف الخميرة و2 كبار سمسم. اشغل الخلاط شوية صغيرين كده، وبعد كده ابتدي اضيف الدقيق. اغير المضرب ده بالمضرب العكس، اشغله وابتدي واحدة واحدة اضيف الدقيق. الحقيقة انا حاسة ان العجينة محتاجة دقيق تاني، فانا هضيف شوية دقيق، مثلا هضيف حوالي 1/4 كوباية، وبعد كده اشوف اذا كانت محتاجة تاني ولا لا. زي ما احنا شايفين عجينة بقت متماسكة وحلوة، اقدر افردها. هسيبها بس تتعجن شوية كده 3 دقايق كمان. انا سبت العجينة ترتاح حوالي ساعة، بعد كده هبتدي اقسمها. ال4.5 كوبايات دقيق دول ممكن اقسمهم على 15 قطعة.
واعملهم كور كده واحطهم في نفس البولة دي. بعد كده غطيها وانا شغالة وانا بفرد العجينة. في نفس الوقت بجهز صاجة واحط لها ورق الزبدة وارشها بشوية زيت. بعد كده همسك واحدة واحدة واقعد افردها بالطريقة دي لحد ما تعمل معايا شبرين كده. بعد كده اعملها عقدة يعني اربطها. بالشكل ده. وبعد كده اجيب الناحية الشمال وانزلها من تحت. واليمين اطلعها من فوق. والزقهم في بعض. كده. تبقى بالشكل ده. واحطها في الصاج. وخلي بالي ان في الصاج يكون مسافة ما بين واحدة والتانية. العجينة عشان سبتها ترتاح ساعة فبتفرد معايا بسرعة. البريوش ممكن اعمله كذا شكل، يعني مثلا ممكن الف دي واحدة كده والتانية من الناحية دي بالطريقة دي. ممكن اطولها كمان شوية واعمل شكل تاني، يعني اعملها دايرة كده. بالطريقة دي. واحاول الزقها من الطرف. دي برضو هطولها شوية واعملها شكل تاني. زي ما احنا شايفين انا عملت الكمية كلها. هحطها في البوتاجاز واولع لمبة البوتاجاز واسيبها تخمر. ممكن تقعد ساعة ساعتين اول ما الاقي حجمها يتضاعف. زي ما احنا شايفين الشريك تضاعف حجمه. هبتدي اعمل حاجة، ادهن وشه بصفار بيض. في نفس الوقت انا ولعت الفرن على درجة حرارة متوسطة اللي هي 350 فهرنهايت او 180 درجة مئوية. بعد كده ممكن ارش عليه اما سكر يا اما السمسم. بيجي كده رش عليه السمسم او ممكن جوز هند او ممكن سكر. وبعد كده احطه على طول في الفرن. ممكن يقعد نص ساعة او 25 دقيقة. لما الاقي الوش احمر اطلعه على طول. زي ما احنا شايفين البريوش استوى. خدت تقريبا 25 دقيقة، بس ممكن اقل من 25 لان وشه احمر قوي. حاولوا تجربوه وان شاء الله يعجبكم. اشكركم جدا وإلى اللقاء.